علاء مرسي بيكشف تفاصيل مشاجرته مع يسرى في ألف حمد لله على السلامة. مشاهدي ومتابعي شاشة تلفزيون الوطن، أهلا بكم في تغطية إخبارية جديدة على شاشة تلفزيون الوطن. مكملين معاكم في رمضان، وخصوصا دراما رمضان، وكالعادة دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي اللي متصدرة ترند والكل بيتكلم عليها. في نشرتنا النهاردة هنتكلم عن مسلسل ألف حمد لله على السلامة ليسرى. المسلسل اجتماعي كوميدي بيتكلم عن رجوع يسرى وأولادها لمصر علشان الميراث، وظهر في المسلسل في أولى الحلقات تضيف شرف في الحلقات من المسلسل النجم علاء مرسي، واللي بينضم لينا في مداخلة هاتفية دلوقتي علشان نتكلم عن الدور والمسلسل. أستاذ علاء، أهلا بحضرتك معانا على شاشة تلفزيون الوطن يا فندم. اهلا وسهلا، وكل سنه وانتم طيبين شاشه تلفزيون الوطن وكل متابعينكم يا رب في العالم كله، وكل سنه وكل القائمين على هذا البث اللي حاصل دلوقتي، وكلكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب. صحه وسلامه يا رب ان شاء الله. في البدايه حابين نتكلم مع حضرتك عن التعاون مع الفنانه يسرى، وخصوصا ان ده مش هو التعاون الاول. اولا الاستاذه الفنانه الكبيره الاستاذه يسرى هي قيمه كبيره وفنيه عظيمه، شرف لاي ممثل، وبالتحديد يعني انا اكون من ضمن القافله اللي بتشارك في العمل المسلسل الف حمد لله على السلامه. يسرى بالنسبه لي هي نجمه كبيره وفنانه مهمه، وبالنسبة لي كمان على المستوى الشخصي هي أخت وصديقة عزيزة وعشرة عمر سنين طويلة. يسرى فنانة متجددة وإنسانة نقية جدا وطيبة القلب جدا، وإنسانة يعني نقوله صاحبها يعني صديقة حميمة جدا، تلاقيها في كل الأوقات مهتمة جدا بكل أصحابها وكل الناس. فنانة متجددة جدا بتختار شغلها بعناية، فأنا يعني هي اختارتني إن أنا أبقى موجود معها السنة دي، ودي تاني تجربة أو تالت تجربة معها. شاركت معها قبل كده في أحلام عادية سنوات، شاركت معاها في زمان في السينما مع الأستاذ عادل إمام طبعا في رسالة إلى الوالي. يعني بالنسبة لي المشاركة معاها يعني سعادة كبيرة جدا ليا. الشخصية اللي عاملها في ألف حمد لله على السلامة هي شخصية لطيفة، اعتقد انه من اول وهلة الناس تفاعلت معها فعلا. برغم المشاهد القليلة يعني، ولكن هي محور انطلاق لاحداث المسلسل بعد كده. المشاركة دي يعني بعد قرار، يعني انا خالفت قرار كنت خدته من سنوات كده قليلة، انا مش هشارك كضيف شرف في اي عمل فني، حتى لو شخصية الضيف شرف دي يعني مأسرية يعني هو كان مبدأ، ولكن انا خالفت هذا المبدأ مع يسرى، لانه لقيت انه انا مشتاق جدا ان اشتغل معاها. ثانيا فكرة المشهد معاها كانت حلوة، تركيبة المسلسل لطيفة، خاصة ان المخرج أنا من المخرجين اللي تنبأت من أول يوم شفته في عمل فني كده، عمله سينما، إنه مخرج واعد وفاهم أدواته كويس. شركة الإنتاج العد جروب أعتقد إنهم يعني أي ممثل موجود على الساحة ما اشتغلش مع العد جروب خسر كتير. شركة واعية، فنانين جدا، يعني مش مجرد هو بينتج لمجرد الانتاج، ولكن هو عنده رساله عايز يقدمها في اعماله. فانا بتشرف ان انا اشتغلت معاهم. طبعا كله تحت مظله المتحده اللي هي شركتنا كلنا، وكم الاعمال اللي قدمتها السنه دي والسنين اللي فاتت المتحده هي اعمال اعتقد انه لمست الشارع المصري بشكل كويس فعلا. عمل التأثير بأعمال مختلفة جدا، متنوعة جدا، بتنافس بيها بقوة كل الأعمال الدرامية اللي
بتنتج على مدار العام كله مش في رمضان بس. فعلا صح. بس فأنا شخصية بالنسبة لي لطيفة جدا ومبسوط إن أنا اشتغلت فيها يعني. استاذ علاء، عايزين نعرف من يعني من حضرتك، نتكلم بقى عن كواليس الدور بتاع حضرتك كانت عامله ازاي، واكيد اكيد كان في مشهد اكيد ان هو اتعاد من كتر الضحك يعني. انا بص كل المشاهد كانت فيه مشكله معايا ومع يسرا، ان كان بتجيلنا كريز الضحك، لانه انا كل جمله كانت هي بتقولها بالكندي باللغه الفرنسيه على اعتقد، فكنت انا بعلق عليها في البروفه يعني بستفهم ايه بتقولي ايه، فبقت لازمه حتى في المشاهد. فكان بتجيلنا كريز الضحك فعلا، كنا بنعيب بسبب الضحك اللي بيني وبينها. خاصة كمان كان في المشهد في شباب لطيفة جدا يعني، أنا مبسوط منهم جدا، ممثلين عندهم حضور قوي. الأستاذة العظيمة الفنانة صفاء جلال طبعا وجودها كمان مميز جدا، وهي من الممثلات المهمات جدا. أعتقد أن صفاء يعني لم تأتي لها الفرصة إلى الآن الكافية لإظهار مواهبها العظيمة. فعارفة الكواليس كانت لطيفة جدا. أيوة. ويسرى كمان بتعمل حالة بهجة يعني، في مشهد اللي مع الضابط ده تقريبا احنا كنا مصوره الصبح. انا يعني يسرى كان في كريزة ضحك حصلت عجيبة جدا يعني، بسبب ان انا مش عارف كنت بقول جملة كده للضابط غريبة أو بقول له حاضر كل شوية حاضر حاضر، فهي ما يسرى بدأت تنفجر في الضحك من رياكشنات الضابط عليا، فيعني كانت مواقف حلوة يعني. نقول الحمد لله إن المسلسل خلص، المسلسل الحلقات بتاعته الحلقات اتصورت. والله يعني أنا أقول لك على حاجة، في أعمال الواحد لما يخلص يقولوا له ده آخر مشهد عندك بيبقى فرحان بقى إنه هيخلص ويروح. أنا والله قعدت يعني عارفة كواليس حلوة وناس لطيفة، فبالتالي كنت مبسوط ان انا بشتغل معاهم، وكانت خفيفة يعني اليوم يعدي بسهولة وبساطة كده من غير زهق ومن غير ان انا منتظر الملل اللي بيحصل ما بين نقلة مشهد لمشهد، بالعكس كنت سعيد جدا. ايوه. طب عايزين بقى نعرف من حضرتك يعني حتة موضوع الخناقة اللي انتهت في الاسم ده، هل حصل معاك حاجة في الحقيقة نفس اللي حصل في المشهد؟ لا أنا ما حصلش معايا أنا حقيقة، لكن هذا الموقف على فكرة حصل مع ناس كتير جدا. موقف أنك أنت بعد سنين تروحي مثلا مكان أنت تعتقد أنه هو ملكك، فتلاقي حد تاني هو اللي قاعد. الموقف ده حتى السينما المصرية تناولته كتير جدا في مشاهد كوميدي لطيفة كتير، ولكن هو مشهد واقعي، مشهد في الحياة. فأنا وإحنا فيه يعني لما اجي امثله انا ببقى مقتنع لمصداقيته، لانه هو وارد حدوثه وفعلا بيحصل. فعلا صح صح عندك حق. الفنان الجميل علاء مرسي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا لان انت نورتنا على شاشه التلفزيون الوطني يا فندم، ربنا معاك في اللي جاي. اولا شرف ليا، واشكركم وموفقين دايما. شكرا. ودايما ناجحين، ودايما بتعبروا عن الوطن، ودايما بتعبروا عن الحاجات الحلوه اللي في الوطن، واشكركم جدا. شكرا جداً لحضرتك جداً يا فندم، وشاكر ليكم. شكرا شكرا يا فندم. مشاهدي ومتابعي شاشه تلفزيون الوطن، طبعا سمعنا كواليس الحلقات من الفنان الجميل علاء مرسي، طبعا متابعين معاكم مسلسلات رمضان دراما من الشركه المتحده. شكرا جدا لكم لمشاهدتكم شاشه تلفزيون الوطن.